Formation de lieutenant, elle a navigué. Ensuite, elle a fait patron de pêche. Je suis maintenant les capitaines de pêche. إن إحياءنا لليوم العالمي للمرأة مناسبة نكرم فيها كافة النساء اللواتي شاركنا في خدمة الإدارة الجزائرية واللواتي تكفلنا بالشؤون الأسرة ويتولن العلاج والتربية للأجيال، وهي مناسبة أدعو فيه جميع النساء إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن بالعمل والتربية. نشكر والي الولاية عبد القادر سوخ على هذه الالتفاتة وهذا التكريم اللي حضينا به من طرفه، ونحيي كل الصحفيات الجزائريات خاصة صحفيات شروق نيوز، ونحيي كل ونهنئ كل عاملة وكل ماكثة بالبيت بهذا العيد ديالها. نشكر والي ولاية العاصمة لهذه الالتفاتة وهذا التكريم للصحفيات. احنا نقول لجميع النساء الجزائريات صح عيدهم كل عام هما بألف خير، سواء كانوا عاملات ولا ماكثات في البيت، وصح عيد كل صحفية جزائرية تعمل في الميدان خاصة. بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة نقدم تحية خاصة للمرأة الجزائرية بشكل خاص والمرأة العالم وكل نساء العالم. في هذه المناسبة اللي حضينا بتكريم خاص من طرف ولي العاصمة اللي توجور ما ينساش المرأة الجزائرية والصحفية بشكل خاص، نشكره كثير ونشجع المرأة الجزائرية اللي كانت في التحرير ثم أصبحت في البناء والتشييد، وشكرا وعيدكم مبارك لكل نساء الجزائر.